الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: هناك عشبة يسمونها الحلتيتة، يقولون إنها تطرد الجن، فهل هذا الكلام صحيح؟ الحمد لله، المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى قاعدة طيبة، وهي أن أمور الغيب توقيفية على النص، أمور الغيب توقيفية على النص، فلا يجوز للإنسان بارك الله فيكم أن يثبت شيئا من أمور الغيب إلا وعلى ذلك الإثبات دليل من الشرع. ومن المعلوم أن عالم الجن من العوالم التي خلقها الله عز وجل وجعل أمورها غيبية عن مدركات حواس بني آدم، فكون الحلتيتة أو غيرها من النبات يطرد الجن أو يتسبب في أذى الجن، هذا إثبات سبب لأمر غيبي، إثبات أثر في أمر غيبي، ونحن لا ندري عن دليل يعني يثبت هذا الأمر، فحيث لا دليل يثبت هذا الأمر فالله أعلم، لا نثبته ولا ننفيه، لا نثبته لأنه لم يأتي دليل بإثباته، ولا ننفيه لأنه لم يأتي دليل بنفيه، وما لم ترد الأدلة بنفيه ولا إثباته فلا حق لأحد أن يثبته ولا أن ينفيه. فإذا ينبغي لنا أن نتقي الله عز وجل وألا نتخوض في أمور الغيب بمثل هذه التخرصات التي لا برهان يعضدها ولا دليل ينصرها، فأمور الغيب لا مدخل للعقول فيها ولا للاجتهادات فيها ولا للأقيسة ولا للآراء ولا للتخرصات ولا لأقوال العوام من القراء وغيرهم في إثباتها مدخل، ليس لهم في إثباتها مدخل. ثم يا سبحان الله، لماذا نسأل عن هذه الأمور التي لا دليل عليها ونترك ما دلت الأدلة عليه؟ فإن الأدلة لم تترك هذا الأمر مهملا، بل وردت فيه أدلة كثيرة تدل على أن مما يحفظ به البيت الأذكار، ومما يحفظ به البيت الصلاة، ومما يحفظ به البيت قراءة سورة البقرة فيه، فإن الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. وكذلك مما يحفظ به البيت إبعاد وسائل اللهو والغناء والطرب والصور منه، فإن الشياطين تكثر في هذه البيوت. وكذلك ولذلك ينبغي ألا نعول على ما لا دليل عليه، وأن نعض بالنواجذ على ما ثبتت به الأدلة، وأن نترك تلك التخوضات التي لا دليل عليها ولا برهان يهدينا لمعرفة الحق والصواب فيها، والله أعلم.